وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميز الإمام أمير المؤمنين تمييز كامل، ما بعثه في بعث، ما أخرجه في غزوة في سرية، ما أبقاه في المدينة إلا وخلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائله، لأن النبي يدري علي بن أبي طالب كان متواضع خصوصا أمام النبي، كان أخفضهم صوتا، ما إلى صوت. تذكرون أنا قبل ليلتين حدثتكم عن حادثة بدر، والنبي شلون شاور أصحابه، كان لأبي بكر مقالة، كان لعمر مقالة، كان للمقداد مقالة، كان لسعد بن معاذ مقالة، كل واحد عنده رأي. أين رأي أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وين رأي أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين كان لا يرى نفسه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان يسأل صحيح هو أفضل من آدم، أفضل من عيسى، أفضل من نوح، لكن كان يقول أنا عبد من عبيد محمد. يقول في روائعه: لا يتقدمني بالفضل إلا أحمد، وإني وإياه لعلى سبيل واحد، إلا أنه هو المدعو باسمه. رسول الله يقول: أما والله إنك لترى ما أرى، لما نزل عليه الوحي، لترى ما أرى وتسمع ما أسمع، ولكنك لست بنبي. أمير المؤمنين الذي أعطى من نفسه، من وقته، من حياته، من جهده، من شجاعته، بحيث ضربة واحدة من ضربات أمير المؤمنين سلام الله عليه، شلون النبي يأرخها ويثبتها، ضربة علي بن أبي طالب يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. والحديث اللي يوقف العقل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ونحن في الثقلين، يعني آل محمد في الثقلين أيضا. في كل مورد يميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين. ها؟ لما آخى بين المهاجرين والأنصار، والمهاجرين والمهاجرين، إخواني حتى لا نضطر نسوي قيام بعد قليل، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. هذا المكان فارغ هني، بارك الله فيكم. على يميني تفضلوا هني. بس وخروا عن الباب بارك الله فيكم حتى اللي يدخل. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على النبي وآله. لما صنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة أصحابه، كان تصنيف دقيق، صنف أهل المدينة مهاجرين وأنصار ومهاجرين ومهاجرين، ثم بقي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا رسول الله، لم تؤاخي بيني وبين أحد من أصحابك. وكأن تصنيف الصحابة رسول الله وأهل بيته والصحابة، وبعدين صنف الصحابة على كيفك. من الخطأ اللي يقع فيه الخطيب والكاتب والمحقق واللي يدرس الإسلام أن يخلي أمير المؤمنين سلام الله عليه ضمن الصحابة، خطأ. أمير المؤمنين بنص القرآن، بنص القرآن نفس رسول الله محمد. فيقول: لا، لم تؤاخي بيني وبين أحد يا رسول الله. قال: إنما ادخرتك لنفسي يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. أحمد بن حنبل يروي في مسنده: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله.